הקיום שלנו כאן כמדינה יהודית ודמוקרטית בהם אנו צריכים להתמקד. لم يكشف الكثير عن اغتيال عماد مغني القائد العسكري لحزب الله بعد سنوات عدة على تنفيذ العملية. وفي شباط فبراير من كل عام تتزايد التكهنات والتساؤلات حول ثأر الحزب لقائده الجهادي الكبير. إذا أردت الاطلاع على ما نشر حول هذا الملف فلن تجد أجوبة حاسمة. وحدها عملية بحث في العمق يمكن أن تجيب عن أين وكيف ومتى سيحصل الرد، الرد الذي يوازي وزن عماد مغني. تكشف أولى خطوات البحث أن اغتيال الحاج عماد مغني في 12 من شباط فبراير عام 2008 جاء في سياق الصراع المفتوح بين إسرائيل وحزب الله منذ العام 1982 وضمن سياسة الانتقام الكبير لإسرائيل من حزب الله في أعقاب الهزيمة الاستراتيجية والتاريخية التي لحقت بها عام 2006 في حرب 33 يوما. يظهر البحث أيضا أنه في 30 من أيلول سبتمبر عام 2007 أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI أنه سوف يصبح أكثر تركيزاً وتخصصاً في مقاربته لحزب الله من خلال إجراء عملية إعادة تنظيم لقسمه الخاص بمكافحة الإرهاب، في ظل حديث تقارير صحفية عن تعاون أوثق مع أجهزة استخبارات عالمية وإقليمية. الذئب المنفرد هو لقب كانت الدوائر الأمنية الإسرائيلية والأمريكية تطلقه على عماد مغني. يعود سبب التسمية إلى أن خبراء مكافحة الإرهاب توصلوا إلى أن شخصية بحجم وأهمية مغني لابد وأنها تعمل وتتنقل منفردة، أي ليس ضمن مواكب أو تدابير أمنية عالية، تماما كما في حالة الذئاب التي لا تعيش في مجموعات كما هو معلوم. انطلق مخطط عملية اغتيال الحاج رضوان من هذه الفرضية وفرضيات أخرى ليتوصل إلى تشخيص الهدف المعروف أيضا باسم الشبح بعد 25 عاما من المطاردة الحثيثة والمضنية. عملية الاغتيال صارت نتيجة مطاردة دامت سنوات، يعني موضوع عماد مغني موجود على اللائحة الإسرائيلية منذ التسعينيات. I think they are in a war with Israel. They try to damage Israelis all over the world. They in the past they shot many missiles toward Israel. They declare their opposition to the Jewish state. Hezbollah is at war with Israel. عدونا قلق، دعوه قلقا، دعوه قلق في كل يوم وفي كل مكان وفي كل ساحة وفي كل أهداف. دعهم يقلقون، معادلة أرساها حزب الله مع إسرائيل في مرحلة ما قبل الرد على اغتيال مغني. اكتسبت هذه المعادلة زخما من خلال مواقف وكلمات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حرب نفسية باتت هي نفسها جزءا من الرد، وساهم الإسرائيليون عن غير قصد في تعزيزها من خلال تحذيراتهم المتراكمة. This is an interesting aspect of what we refer to as asymmetrical warfare, where the weaker power is fighting a much stronger power. Basically, a major component of that is for the weaker power to be in a threatening mode, so that the stronger power has to waste its resources, waste its money, keep its soldiers and policemen on alert. If we look at the history and our experience, including, of course, the Second Lebanon War,
It's clear that they have a real significant military capability and they don't hesitate to use it against Israel. So we cannot say that it's just propaganda. تحذير حول السفر إلى الخارج صادر عن هيئة مكافحة الإرهاب في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي يصدر كل عام مع اقتراب ذكرى اغتيال عماد مغني. يقودك البحث إلى أن التحذير المتكرر منذ العام 2008 يحوي توصيات للمسافرين الإسرائيليين خشية عمليات انتقامية ينفذها حزب الله. عليك سلوك مسارين متلازمين عند تحديد منهج البحث في طبيعة رد حزب الله: تحديد أهمية عماد مغني ووزنه بالنسبة للحزب وحلفائه، تحديد سيناريوهات وخيارات الرد المفترضة من قبل الحزب. إن تقاطع هذين المسارين الرئيسيين يمكن أن يوصلك إلى نتائج وأجوبة منطقية وعلمية. مستوى عماد مغني بالنسبة لديهم يعني مستوى اغتيال رئيس أركان في جيش يعني ما أو وزير دفاع في دولة ما. تبدو المعلومات حول عماد مغني ودوره الأمني والعسكري ضئيلة جدا، ولكن التحريات تكشف الكثير. ولد عماد فايز مغني في 25 من كانون الثاني يناير عام 1962 في منطقة الشياح بضاحية بيروت الجنوبية. نشأ في كنف عائلة مؤلفة من 5 أشقاء: عماد، فؤاد، جهاد، ناهدة وزينب. تميزت فترة طفولته بالهدوء في منزل طغت عليه أجواء الألفة والالتزام الديني. كمنطلق للبحث في المسار الثاني، لا بد لك من الخوض في مدى إصرار حزب الله على الرد. So I think they are serious to carry out a threat to retaliate. But I would also add that I think that they have generally been careful players in terms of how they respond and how they react to situations with Israel and looking over their shoulders at the European Union. So I think that if they do act, it will be something that they believe is commensurate with the assassination. Yes, I think they definitely are serious about it. They like killing Jews, and they believe in revenge. بغض النظر عن اشتهاره بالوفاء بالوعد حتى في نظر أعدائه، أعطى الأمين العام لحزب الله معنى إضافيا لإلزامية الرد من خلال قسم ملزم من الناحية الدينية والفقهية لا يمكن العودة عنه أبدا. Several attempts by Hezbollah to carry out revenge attacks right after the event in Turkey, in Egypt, several times in Turkey, in Azerbaijan, in Cyprus, in Africa, in Bulgaria. In Bulgaria they succeeded. So I think we have enough signs to see their determination to carry out such revenge. And plus, since they are operating with the Iranians themselves tried to carry out several attacks. تفيد الدراسات بأن عدم رد حزب الله على اغتيال قائده العسكري سوف يخل بتوازن الردع مع إسرائيل ويعطيها ضوءا أخضر لتنفيذ اغتيالات أخرى لقادته وكوادره، ويشجعها أكثر على خرق قواعد الاشتباك المعمول بها منذ نهاية حرب تموز عام 2006. لذا فإن المحافظة على معادلة الردع القائمة
وتعديل ميزانها إذا ما اختل لمصلحة إسرائيل هو هدف استراتيجي بالنسبة لحزب الله لا يمكن التنازل عنه. Il est certain que l'assassinat de Vladimir fait tâche. Hein. C'est quelque chose qui a été très, très douloureusement ressenti. Et par conséquent, que cet acte appelle vengeance, quand on voit la durée qui est accordée à certaines vengeances dans cette partie du Proche-Orient, pourquoi pas. Mais je pense que le Hezbollah est complètement sérieux, oui, je pense qu'il est complètement sérieux. القسم الشرعي الملزم، توازن معادلة الردع، ومكانة الحاج رضوان نفسه، عدة معطيات صارت بحوزتك، وجميعها تصب في نتيجة واحدة: رد حزب الله على عملية الاغتيال هو قرار نهائي وحاسم. هذا الحساب مفتوح منذ الشيخ راغب، منذ السيد عباس، إلى الحاج عماد مغنية، إلى حسان لقيس، وسيبقى مفتوحا. القتلة سيعاقبون إن عاجلا أم آجلا. بعد أن ثبت بأن قرار الثأر لمغني مبرم، فلنوسع دائرة البحث حول مدى قدرة حزب الله على تنفيذ الرد وحدود هذه القدرة من الناحية التخطيطية والعملانية. I think Hezbollah has organizational capabilities that have improved in the past. They can operate beyond their borders. They have the money, they have the communications. Don't forget that they are helped to a great extent by a state, by Iran. So they have a state at their disposal, which makes it easier for them to conduct this type of operations. When you look at Hezbollah these days, you basically see an army that uses guerrilla warfare, that uses terrorism, it is equipped with very sophisticated, very advanced weaponry, which is, has been supported, had been delivered by Iran and by Syria. So the capabilities of this group, military-wise, are quite impressive. بحسب تقرير للإف بي آي صادر في العام 2007، فإن حزب الله أصبح المنظمة الإرهابية الأكثر قدرة في العالم، حيث يمتد نشاطه إلى ماليزيا، إندونيسيا، تايوان، كوريا، الولايات المتحدة، كندا، الباراغواي، البرازيل، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، وفي إفريقيا وحتى أستراليا، بالاعتماد على ما يقارب 15,000 عنصر يشكلون خلاياه في الخارج. Now it's not instead, I mean, they maintain the terror capability as well as the military capability. They can operate across the border, they can operate abroad. I mean, they have almost a global infrastructure that they can use in terror activities around the world against Israeli target or other targets as well. في العام 76 عادت عائلة مغني إلى بيروت، كان قد بلغ 14 من العمر حين انخرط في مسيرة المقاومة الفلسطينية ضمن صفوف حركة فتح، واضعا نصب عينيه القضية المركزية للعرب بعيدا عن الاقتتال الداخلي اللبناني. في هذه المرحلة خضع عماد لتدريبات في معسكرات عديدة حتى وصل إلى مستوى آمر فصيل مشاة. في الوقت نفسه اكتسب المهارات والخبرات الأمنية من علي حسن ديب المعروف بأبي حسن سلامة، الذي أصبح لاحقاً قائداً في المقاومة الإسلامية واغتالته إسرائيل عام 99. في العام 79 أسس عماد فريق حماية خاصة للمرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله إثر تعرض الأخير لمحاولة اغتيال على يد الاستخبارات العراقية. في العام 80 أدى فريضة الحج في مكة المكرمة ليشتهر بعدها بلقب الحج. على مسار موازن تابع تحصيله العلمي
فانتسب إلى كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية. بعض المعلومات غير المؤكدة تفيد أيضاً أنه انتسب لاحقاً للجامعة الأمريكية في بيروت. وفي العام 81 قرر التفرغ لإدارة حماية السيد فضل الله بعد أن آثر ترك حركة فتح لأسباب تنظيمية، فبدأت مقومات مشروعه الأمني بالتبلور بشكل مستقل. لن تجد الكثير من المعلومات التي يبوح بها حزب الله عن قدراته العسكرية والاستخباراتية، لكن الاستناد إلى واقع الصراع مع إسرائيل منذ العام 82 يظهر بوضوح أن الحزب يمتلك بنية متطورة لتنفيذ عملية رد على اغتيال قائده العسكري. So again, the capability to do it is there. It's a matter of political decision by the leadership of Hezbollah, maybe with the consent of the Iranians, to carry out such operations, taking into account the Israeli retaliation. يمضي البحث قدما وتزداد معه التعقيدات أمام رد حزب الله. إنها الجغرافيا، العامل الطبيعي الذي يحدد مساحة وحدود الرد. تظهر الدراسات أن حزب الله يملك خيارين رئيسيين من حيث مكان الرد، الأول داخل إسرائيل والثاني خارجها. Either to invade Israel by crossing the border, which is not easy, or they need to recruit people from within Israel to do some things directed by Hezbollah. Both are not easy. The second Lebanon war started with the ambush and the kidnapping of two Israeli soldiers in a cross-border operation. So this capability is still exists, and we have to take it in consideration. يبدو أن تنفيذ هجوم داخل الأراضي الإسرائيلية المحتلة هو افتراض منطقي تصاعدت أسهمه عقب العملية النوعية التي تبنتها كتائب أحرار الجليل، مجموعة الشهيد القائد عماد مغني، في المدرسة الدينية في القدس الغربية في شهر آذار مارس من العام 2008، وأودت بحياة 8 إسرائيليين وأكثر من 40 جريحا. كما تفترض المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عملا عند الحدود مع لبنان من قبيل أسر جنود إسرائيليين أو اختراق طائرة من دون طيار محملة بالمتفجرات الأجواء فوق المستوطنات الإسرائيلية. They can decide to send a few suicide bombers or to organize a suicide attack against an Israeli post on the border. Si le Hezbollah commet en Israël un acte qui vise les populations civiles, il commettra un acte terroriste, très clairement. S'il vise des Israéliennes en dehors d'Israël, il commettra un acte terroriste. I think the threat to Israeli citizens abroad and in Israel, mainly abroad, is a serious one. To me, it seems that abroad is easier. المرجحون لفرضية الرد في الخارج يستندون إلى نظرية مفادها أن حزب الله يبحث عن رد في بلد أجهزته الأمنية ضعيفة ويسهل الدخول إليه والانسحاب منه بعد التنفيذ. وفي حين تسخر صفحات البحث بعمليات موضعية لافتة ضد أهداف إسرائيلية في العالم لا يتم تسليط الضوء عليها، ينسب الإسرائيليون قائمة طويلة من الهجمات في الخارج إلى حزب الله، خاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. قائمة الهجمات المنسوبة لحزب الله: تفجير السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية عام 1992، وبعدها بسنتين تفجير المركز اليهودي آميا في المدينة نفسها ردا على اغتيال الأمين العام السابق للحزب السيد عباس الموسوي.
إنزال طائرة على متنها إسرائيليون في بنما عام 94، محاولة تفجير السفارة الإسرائيلية في العاصمة التايلاندية بانكوك بواسطة سيارة مفخخة عام 94، التخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية في سنغافورة، رصد ومراقبة السفارة الإسرائيلية والمعابد اليهودية. If you sit down and think about it, that have a large Israeli presence that you might want to consider as targets. Latin America, for example. Israelis are very active in many countries in Latin America in terms of selling arms. These are military people. So if I were Hezbollah, you know, I would be thinking not in terms of trying something in an obvious place like London or Paris or Berlin, where the Israelis also travel to frequently, because the downside of that would be rather severe, but be thinking in terms of another country where the downside wouldn't be that severe, like in Latin America. I think they can operate more easily in countries that their security measures are lax, in which their borders are not controllable, in which they may find part of the population which is sympathetic to their goal, like Muslim minorities in India, for example. There are many places in the world in which there is no clear, full control over the central government, over all its territory. And those areas could become a paradise for Hezbollah operations. تتهم أجهزة الاستخبارات الغربية عماد مغني بتنفيذ العديد من العمليات ضد مصالحها في لبنان والشرق الأوسط من دون تقديم أدلة دامغة. أبرز هذه العمليات وقع في فترة الثمانينيات، تفجير سيارة مفخخة بالسفارة الأمريكية في بيروت أودى بحياة 63 شخصا عام 83، تدمير مقر قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز في بيروت ما أدى إلى مقتل 231 جنديا عام 83، هجوم على مقر المظليين الفرنسيين في العام 83 ما أسفر عن مقتل 40 جنديا، خطف وقتل مدير محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في بيروت ويليام باكلي في العام 83، اختطاف طائرة ركاب لشركة TWA الأمريكية في العام 85. لكن هذه الاتهامات تفتقر إلى مستندات تثبت المسؤولية عنها، بل يمكن بسهولة دحض بعضها بوضوح، كما في حالة الصورة التي تنشرها السلطات الأمريكية لشخص لا يشبه مغني بتاتا في عملية خطف الطائرة الأمريكية TWA. كذلك تزعم إسرائيل أن مغني خضع لعمليات تجميل وتغيير جذري للشكل في مركز مختص في ألمانيا، غير أن مقارنة الصور التي تغطي مختلف مراحل حياته تظهر بوضوح أنه لم يخضع لأي عملية من هذا النوع. يبقى التحقق من أمر الاتهامات والمزاعم رهن الدفاتر المغلقة حول مسيرة عماد مغني الذي كان بارعا في التضليل وإرسال إشارات زائفة لإرباك عدوه. تستنتج إذن أن المساحة الجغرافية المحتملة لرد حزب الله تشمل مناطق عديدة من العالم، فحيثما تواجد إسرائيليون هناك احتمال معتد به لمهاجمتهم. يعزز هذه النتيجة أن اغتيال مغني حصل خارج الحدود الجغرافية للصراع بين الحزب وإسرائيل.
they always will find a weak place in order to wage an attack. And there are always weak points here and there, especially all over the world. Israel cannot send its troops all over the world to protect the Israelis wherever they go. Okay, it's impossible. I would go back to Latin America. There is a heavy Israeli presence in Mexico, in Brazil, in Argentina, Peru. These would be, for me, obvious targets if I were Hezbollah and if I were looking for a way to retaliate against Israel. أما وقد أصبح لديك أجوبة حول إمكانية الرد على اغتيال عماد مغني ومكان الرد، يتوجب الآن البحث في السيناريوهات وأهداف الرد. تواجه إسرائيل معضلة تتمثل في تعقيد عمل حزب الله الذي يملك خيار إخفاء الأثر عند تنفيذ أي عملية، سواء من خلال استخدام أسماء منظمات أخرى أو في عدم تبني الهجوم علنا بحسب تقارير عديدة. يدخل عامل تكتيكي آخر في الحسبان، إذ تذكر أبحاث أمريكية وإسرائيلية أن مغني نفسه أشرف على وضع خطط تتضمن أهدافا جاهزة للأيام السوداء، ما يعني أن لدى قيادة حزب الله خيارات كثيرة على الرف للانتقاء منها. تتمخض العقول الأمنية الإسرائيلية والغربية عن فرضيات عدة لدى محاكاة سيناريوهات رد حزب الله. إذا بذلت جهدا إضافيا يمكنك حصر هذه السيناريوهات بالتالي: الفرضية الأولى، يشن حزب الله عمليات عسكرية مباشرة كهجوم صاروخي ضد أهداف للجيش الإسرائيلي في قلب الجبهة الداخلية، أو يتسلل عبر الحدود بهدف أسر جنود إسرائيليين. They can look for Israeli targets all over the world. And of course, they can shoot missiles toward Israel. They can try to kidnap soldiers on the Israeli border. And they have an array of possibilities. And I think so far in recent years, they have been deterred from operating directly against Israeli land because they are afraid of retaliation. They indicated that they are looking for operations against the Galilee. I don't think that they can occupy the Galilee itself without suffering a lot of damages, and they don't have capability, but they can definitely try to take hostages, they can have a kill and run operation, they can have all kinds of operations. Nobody who is sober enough in Israel would underestimate Hezbollah capabilities. غير أن هذه الفرضية مستبعدة جدا نظرا لمرور سنوات على الاغتيال، وكون هذه العملية تستوجب ردا موازيا من حيث المستوى والأسلوب، ولأن أي هجوم عسكري محدود لا يضاهي واقعا وزن عماد مغني. الرد من جانب حزب الله يجب أن يأتي في إطار العمل الاستخباراتي الذي يمكن نكرانه. الفرضية الثانية، يقوم حزب الله بخطف طائرة إسرائيلية أثناء تواجدها في أحد المطارات الدولية، وقد برز هذا التهديد بمستوى عال مباشرة بعد أيام من اغتيال مغني. وعلى الأثر اتخذت السلطات الإسرائيلية مجموعة تدابير أمنية وصلت إلى حد منع المسافرين على متن الطائرات من مغادرة مقاعدهم قبل 30 دقيقة من هبوط الطائرة. ولكن ما هي حظوظ هذا السيناريو؟ Israeli airplanes, as much as I read in the media, they have guards in the plane. I believe. I never see these guards because you cannot identify them. They look like everybody else. يستبعد المراقبون أيضا هذا السيناريو بنسبة كبيرة. أولا بسبب مرور الزمن عليه، وثانيا بسبب الطبيعة غير العسكرية والأمنية للمستهدفين. I don't think targeting an airplane or an embassy would be considered. Again, it's not commensurate. They want, if they want to take revenge, I think they're going to do something that they think is comparable
that they can explain to the world's media as being comparable. I think what we're looking at is a possible assassination of an Israeli ambassador or a possible killing of an Israeli military senior military officer. That's what I would expect. الفرضية الثالثة: يستهدف حزب الله سياحا إسرائيليين في الخارج. ما يعزز هذه الفرضية هو ما اتهم به حزب الله في العام 2012 من أعمال أمنية في كل من قبرص وبلغاريا. Terrorist attack in Bulgaria. They have executed a terrorist attack in New Delhi, India. They tried in Azerbaijan and in other places, but they are not always very successful. Probably their capabilities are not so good. في 18 من تموز يوليو عام 2012 وقعت عملية استهداف حافلة تقل سياحا إسرائيليين في منتجع بورغاس ببلغاريا، ما أدى إلى مقتل 5 منهم. ادعى التحقيق البلغاري الإسرائيلي المشترك على عنصرين من حزب الله على الرغم من الدلائل القليلة بحسب التحقيق نفسه. في 5 من حزيران يونيو من العام 2013 أعلن وزير خارجية بلغاريا عدم وجود أدلة قاطعة على تورط حزب الله بالتفجير. Well, it seems that the attack in Bulgaria, the evidence is largely bogus anyway. It's not clear who carried out the attack and so on and so forth. But I would think that we see a pattern of that where the Israelis are exploiting these situations. India, for example, the attacks in Georgia. أمام هذه المعطيات تبدو فرضية استهداف سياح إسرائيليين ضعيفة، لأن أيا من حزب الله أو تنظيم آخر لم يتبنى هذه العمليات، فضلا عن أن المستهدفين هم بطبيعة الحال أشخاص مدنيون. الفرضية الرابعة: على الرغم من الصعوبات والتشعبات التي تواجهك، فإن فرضية مهمة يقع عليها بحثك حول الأهداف المحتملة لرد حزب الله، إنها السفارات والقنصليات الإسرائيلية المنتشرة في العالم. Embassies and consulates are well protected. You might be looking for something different. You might be looking for a trade mission, for example. You might be looking for something that's connected to the Israeli government, but which is likely to be less heavily protected. Yes, but those things are guarded usually. Israeli embassies usually, as much as I visited some embassies, the streets are blocked. You can walk, but you cannot bring a car next to the embassy in some places. تذكر تقارير إسرائيلية وأمريكية أن حزب الله ينوي توجيه ضربة تودي بحياة مئات الإسرائيليين وتستهدف مواقع يهودية في بلدان عديدة، مع الإشارة إلى أن الممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج تعاني من ثغرة أمنية كبرى تكمن في كونها ليست مستقلة في مبانيها ومنشآتها على عكس السفارات الأمريكية مثلا. Yes, in the states out from Israel, in states which do not take so much care about the security of other citizens, especially diplomats. Definitely, this might be a bigger of a problem. بعد أسابيع على اغتيال مغني، وردت تسريبات إسرائيلية تقول بأن السلطات الأمنية في أذربيجان اعتقلت رجلين لبنانيين قيل إنهما يخططان لهجوم على السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو. أيضا يدعم مؤيدو هذه الفرضية رأيهم بعدد من المحاولات المنسوبة لحزب الله بعد العام 2008، أي بعد العام الذي اغتيل فيه مغني. كانون الثاني يناير عام 2009 تداولت وسائل إعلام عالمية تقارير حول إحباط هجوم كبير في بلد أوروبي غير محدد.
عام 2011 أعلنت الحكومة الإسرائيلية وقفا مؤقتا لأربع بعثات دبلوماسية على إثر إنذارات استخبارية تزامنت مع ذكرى اغتيال مغني، لتتحدث لاحقا صحيفة إسرائيل اليوم عن إحباط ثلاث هجمات في كل من تركيا وتايلاند وأذربيجان في اللحظة الأخيرة. في 13 من شباط فبراير عام 2012 حصل هجوم في العاصمة الهندية نيودلهي ضد دبلوماسيين إسرائيليين، وبحسب بيان وزارة الداخلية اقترب شخص مدرب جدا على دراجة نارية من سيارة تويوتا تستقلها زوجة دبلوماسي إسرائيلي خلال توقفها على تقاطع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، وألصق عبوة بالسيارة فوقع الانفجار ما أدى إلى جرح أربعة أشخاص. الشرطة الهندية دققت في صور كاميرات المراقبة في موقع الانفجار من دون أن تعثر على أي صورة للمنفذ. في اليوم نفسه عثر سائق سيارة تابعة للسفارة الإسرائيلية في تبليسي عاصمة جورجيا على طرد مفخخ مربوط بصندوق السيارة من الأسفل. أنا بقدر بموضوع التفجيرات اللي صارت بالهند وبجورجيا وبتايلاند، يعني اللي نحكى عنهم بالإعلام هالأيام، بقدر أنا أجزم لكم أنه نحن حزب الله ليس لنا علاقة. أما من هو في دائرة الاستهداف هن بيعرفوا حالهم وعم يعملوا إجراءات وعم يتخبوا، ولما بيسافروا على العالم عاملين إجراءات كبيرة وخطيرة بالسفر، وأنا أقول لهم ابقوا كذلك، لأنه ما دام هناك رجل أو شاب أو امرأة أو طفل أو دم يجري في عروق أحدنا في حزب الله سوف يأتي اليوم الذي نثأر فيه لعماد مغنية ثأرا مشرفا. يستند المحللون الذين يرجحون هذه الفرضية إلى أن في رصيد حزب الله عمليات مشابهة سابقا، وهو بالتأكيد يسعى لقتل عدد كبير من الدبلوماسيين الإسرائيليين، كما أن الوصول إلى البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج أسهل من أي هدف مماثل داخل إسرائيل، ومعظم هذه السفارات تضم شخصيات أمنية وعسكرية وأهدافا هامة. في المقابل يرتكز الخبراء الذين يستبعدون فرضية استهداف بعثة دبلوماسية إلى أن قدرات حزب الله قد تضاعفت منذ تفجيرات الأرجنتين، وهو بالتالي يمتلك خيارات أهم للرد. في الخلاصة، فإن احتمالات تحقق هذه الفرضية مساوية تماما لعدم حصولها. Somewhere in the Persian Gulf region, perhaps. Where Israelis do go, or Egypt, where Israelis do go, you might well have an option to do it there. But you would have to make an assessment as to limit your damage and yet carry out an act that's significantly important to show that you have the capability to retaliate. عشية الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 كان الحاج عماد في إيران، فعاد على الفور عن طريق سوريا ليجد نفسه وهو بعمر 21 قائدا ميدانيا فرضت عليه مواجهة المحتل على أرضه، وخاض معارك بطولية عند مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت وأصيب في إحداها بقدمه. بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، استغل عماد معرفته بمخازن السلاح لتجهيز مجموعات صغيرة شكلت نواة المقاومة الإسلامية التي أدى ارتباطه باسمها إلى تعرضه لأكثر من محاولة اعتقال من قبل الجيش اللبناني في عهد الرئيس أمين جميل آنذاك. لعل أبرز العمليات التي أشرف عليها مباشرة في تلك المرحلة كانت عملية تدمير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي
في مدينة صور جنوب لبنان على يد الاستشهادي أحمد قصير في 11 من تشرين الثاني عام 82. بقي مغني على لائحة المطاردة إلى أن قام المفتي الجعفري الممتاز آنذاك الشيخ عبد الأمير قبلان بالتوسط له ليسافر مجددا إلى إيران، حيث مكث 9 أشهر أمضاها في التخطيط لتأسيس وتفعيل المقاومة. في 83 عاد الحاج عماد إلى بيروت ليساهم في بلورة مشروع حزب الله، موليا اهتماما خاصا بتطوير البنية الأمنية والعسكرية للمقاومة الإسلامية. لا تقدم الفرضيات السابقة جوابا شافيا حول سيناريو الرد الذي سيتبعه حزب الله انتقاما لاغتيال قائده العسكري. تمهل، أعد مقاربة الملف من جديد. كان عماد مغني بمثابة عقل حزب الله الأمني والعسكري والاستراتيجي، وبالتالي فإن البحث في فرضيات الرد يجب أن ينطلق من هذا المعطى الثابت، أي هدف يجب أن يوازي وزن عماد مغني لتصبح فرضية معقولة. إذن أنت أمام فرضية خامسة. I think this is obviously one of their plans. I believe that some of their schemes to target Israeli high officials have been discovered, and we took precautions against it. But their motivation is quite clear. They want to take revenge, and so far they were not successful in doing so. Who was targeted, for example? I think that I believe that. Dichter was targeted, or some other Israeli official? Well, it would have to be one of the most senior officers. It would have to be not necessarily the chief of staff of the IDF, but it would have to be someone at that level or close to that level, commander of the Navy. I would think in terms of 3 or 4 or 5 top Israeli generals who are well known would be probably the targets that would be chosen. But how do you get at them? I mean, they don't travel that much. They don't go around without a bubble of security around them. We're a very difficult target to get at. خلال الذكرى الثانية للاغتيال، تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال 15 يوما عن 5 محاولات خطف لرجال أعمال وشخصيات إسرائيلية رفيعة في غرب أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية من دون تحديد الدول، علما أن أي عملية خطف تتطلب الأخذ في الحسبان التنفيذ ونقل المخطوف والانسحاب. Definitely, there can be kidnapping. We saw Gilad Shalit was kidnapped, and we saw others before him. And look, serving in the army is not an insurance policy. Sometimes you get injured or even killed, and nobody guarantees that you come back home in one piece after you serve in the army. بعد 4 سنوات من اغتيال مغني، أعادت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي تكليف رجال أمن لحماية رئيس الأركان السابق جابي أشكنازي على الرغم من انتهاء ولايته، للاشتباه بوجود تهديد من جانب حزب الله لاغتياله. تم اتخاذ الإجراء نفسه مع مائير داغان رئيس الموساد السابق الذي يتنقل بين دول العالم للعلاج. في شباط فبراير من العام 2012 تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إحباط محاولة لاغتيال وزير الدفاع إيهود باراك بعدما تلقت خلية لحزب الله معلومات دقيقة حول جدول أعماله أثناء زيارته لدولة سنغافورة جنوب شرق آسيا. Ça peut être des hommes politiques, ça peut être des militaires, ou ça peut être ciblé des installations. Mais encore une fois, là, on tombe dans le domaine du très très difficile, parce que les productions israéliennes sont très fortes et que les Israéliens ont aussi d'excellents services de sécurité. Et donc, l'Israël s'attend à la réponse de Hezbollah à être en train de faire un homme
في مستوى عماد مغنيه، يعني شخص في مستوى وزير دفاع، رئيس اركان، مدير استخبارات، شخصيه سياسيه على مستوى وزير او زعيم سياسي اسرائيلي او قائد عسكري اسرائيلي. لما طالت لائحة الإنذارات، قررت إسرائيل استحداث منصب جديد يطلق عليه رئيس مجال حماية الشخصيات في البلاد وخارجها، ويشغله ضابط من وحدة حماية الشخصيات في الأركان العامة. حالياً على أي ضابط إسرائيلي برتبة عميد وما فوق اتباع إجراءات خاصة عند السفر خارج إسرائيل. La sécurité de l'État d'Israël est quand même une sécurité hyper renforcée, et que pour répondre à un assassinat comme celui-ci, il faut une action très spectaculaire. L'assassinat d'un haut responsable israélien, or c'est pas évident. Hein. And I do believe that there are some hardships in reaching those people, especially after the assassination of Yitzhak Rabin. And the Israeli security learned the lesson. And now they are very careful about who comes near an official. تبدو فرضية استهداف شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى الأكثر ترجيحاً، ويمكن اعتبار أنها أفضت بنا إلى تشخيص هدف ملائم. تم ختم دائرة البحث حول الأهداف المحتملة. بقي أمامك وثيقة أخيرة، تقرير إسرائيلي يشير إلى أن حزب الله تنظيم مرن قادر على التأقلم مع ظروف عديدة، ورده سيكون أكبر من سلسلة عمليات اغتيال لمسؤولين إسرائيليين كبار مهما كانت رمزيتهم. عليك احتساب وزن عماد مغني بدقة هذه المرة. واصل الحاج عماد مسيرته النضالية حتى نجح في العام 2000 في تحقيق حلمه بتحرير جنوب لبنان من خلال خطة عسكرية أجبرت الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من دون قيد أو شرط، لينتقل من بعدها لمعالجة ملف الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية من خلال عمليات أسر لجنود وضباط إسرائيليين بالتزامن مع رفعه وتيرة الدعم للانتفاضة الفلسطينية. ما بين العامين 2000 و2006 نقل عماد مغني الذي صار معروفا باسم الحاج رضوان أو المعاون الجهادي للأمين العام، نقل المقاومة إلى مرحلة أعلى من الجهوزية والمأسسة والتخصص. وبالتوازي مع تطوير عمل الفصائل الفلسطينية المقاومة، وسع من دائرة اهتماماته الجهادية لتشكيل فصائل مقاومة في العراق المحتل من القوات الأمريكية. وسرعان ما ظهرت بصماته في عمليات نوعية ضد الجيش الأمريكي في مختلف المحافظات العراقية طوال فترة الغزو، فيما استخدمت المقاومة في العام 2009 بغزة العديد من القدرات والتكتيكات التي نقلها الحاج رضوان قبيل استشهاده إلى الفلسطينيين. بقي أمامك إشكالية واحدة ليكتمل البحث: متى سيرد حزب الله؟ لا تلحظ التحذيرات الإسرائيلية أي إطار زمني لموعد الانتقام، ما يشكل معضلة حقيقية من ناحية أمنية. فالطبيعة البشرية تميل إلى التراخي في تنفيذ الإجراءات الأمنية مع مرور الوقت، كما إن التجارب السابقة مع حزب الله تشير إلى أنه لا يستعجل الرد عادة. وأي قوة يعني لديها خبرة في العمل الميداني والعسكري تفضل التأني والعمل الهادئ للرد على أي عدوان من عدو قوي وماكر كإسرائيل. توجز التقارير الإسرائيلية والأمريكية التي تتناول الرد على اغتيال الحاج رضوان بالتالي:
كان عماد مغني عبقريا من الطراز الأول. يمكن القول بالاستناد إلى طريقة تفكيره التي أرساها في حزب الله إن الرد سيكون قاسما في لحظة تكون فيها إسرائيل عاجزة تماما عن أي رد فعل. الرد على اغتيال مغني هو منظومة كاملة وغير متوقعة وضعها الحاج نفسه وطبقها مرارا في وجه إسرائيل، منظومة يوجزها كلام إيهود باراك الذي قال يوما تعليقا على عملية أدارها عماد مغني عام 99: إنك تحتاج إلى رأس يدور في جميع الاتجاهات كي تعرف ماذا يريد أن يفعل حزب الله. إذا كان دم الشيخ راغب أخرجهم من أغلب الأرض اللبنانية، إذا كان دم السيد عباس أخرجهم من الشريط الحدودي المحتل باستثناء مزارع شبعة، فإن دم عماد مغنية سيخرجهم من الوجود إن شاء الله.